انطلاق الاجتماع الثالث لمجلس أمناء الحوار الوطني. القاضم يوجه القوات الأمنية العراقية بحماية المتظاهرين والتمسك بالسلمية لحفظ النظام. في محاولة لوقف موجة العنف الأخيرة، مجلس النواب الأمريكي يؤيد بقراءة أولى بقرار بايدن بحظر البنادق الهجومية. الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. جمهورية جديدة تتسع للجميع وتنتصر للاختلاف، تكليف واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية للأكاديمية الوطنية للتدريب بتنظيم وتنسيق حوار وطني بين كافة التيارات والأحزاب السياسية. تكليفات ترجمت لخطوات فعلية بدأت بتشكيل مجلس الأمناء الذي يواصل عقد جلساته من أجل فتح الباب لمشاركة كل المصريين على اختلاف تياراتهم. تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة. انطلق الاجتماع الثالث لمجلس أمناء الحوار الوطني ضمن فعاليات الحوار الوطني. سيشهد الاجتماع مناقشة بين المجلس واللجنتين المشكلتين من أعضائه لبحث اقتراحاتهم للجان الفرعية في المحورين الاقتصادي والاجتماعي، وإنهاء الصياغة النهائية للمادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه. هذا ومن المقرر أن يصدر مجلس الأمناء فور انتهاء اجتماعه بيانا لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص فعاليات الحوار الوطني. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب حيث تعقد جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. يعني كريم، ضعنا في آخر مستجدات الجلسة الثالثة لمجلس الأمناء حتى الآن. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل نحن هنا من الأكاديمية لتدريب وتأهيل الشباب هنا في هذه الأكاديمية التي يعقد فيها الحوار الوطني برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. بالفعل الجلسة مستمرة منذ ظهر اليوم، يعني ساعات ما زالت مستمرة لمناقشة كما ذكرتم صياغة المادة النهائية، وهي المادة 18 من اللائحة المنظمة مجلس أمناء الحوار الوطني. ما زال العمل جاري عليها، وبالطبع في نهاية هذه الجلسة سيكون هناك بيان ختامي لتوضيح أهم التفاصيل التي تم الاتفاق عليها خلال هذا البيان. بالطبع في الأساس خلال ثلاثة مرات، وهذه المرة الثالثة الذي يجتمع فيه المجلس الوطني ومجلس أمناء الحوار الوطني بشكل عام لتحديد بعض المحاور الأساسية التي سيقوم عليها الحوار الوطني بين فئات الشعب المصري وجميع التيارات السياسية المختلفة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه بالطبع يعني المحاور، أهمها المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتم بالفعل تحديد عن طريق الجلستين الأولى والثانية اللجان الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالفعل على أن يكون هناك عدد أربعة أشخاص في كل لجنة، منهم سواء كانت السياسية أو الاقتصادية والاجتماعية. بعد ذلك سيكون هناك بالطبع
لجان منبثقة من هذه اللجان الأساسية أو لجان فرعية ولجان نوعية أخرى من هذه اللجان، سيقومون بتثبيت وكتابة كل ما يتم خلال هذه الجلسات الأساسية. بالطبع في طبيعة الحال هذه النقاشات والجلسات المختلفة تسمح بوجود الآراء من داخل مصر وخارجها، خصوصا أن السيد أمين مجلس الحوار الوطني قال خلال مؤتمر الصحفي السابق أن هناك بالفعل يعني آراء خارج البلاد بالفعل تحاول أن تضيف هذه الأفكار السياسية المختلفة لتكون جزءا من الحوار الوطني، وقال أن باب مجلس الأمناء الحوار الوطني ما زال مفتوحا لجميع الآراء حتى داخل مصر وداخل مصر أو حتى خارج مصر بالفعل، ولكن كل الآراء متاحة إلا من هو خرج عن الدستور أو قام بالتخريب داخل جمهورية مصر العربية، غير ذلك فهو مرحب به للإدلاء بآرائه بشكل عام. وسننتظر بالطبع في نهاية هذا الاجتماع اليوم خلال يعني ربما ساعات من الآن أو دقائق، ربما لا نعلم، ما زال بالفعل الاجتماع مستمر لنعرف آخر البيانات والتفاصيل حول هذه اللجان الفرعية والنوعية التي ستنبثق عن اللجان العامة التي تم تحديدها بالفعل خلال الجلستين السابقة. يعني كريم، صف لنا الأجواء لديك ما بين المشاركين. كما ذكرت، هي الأجواء هنا في نهاية الأمر تهدف إلى نتيجة واحدة ونتيجة مؤكدة من المفترض أن تخرج بها هذه اللجان، والتي بالطبع هي تحت المظلة الرئيسية ومجلس أمناء الحوار الوطني، وهو التوافق الوطني بشكل عام حول الآراء السياسية والأفكار الاجتماعية والأفكار الاقتصادية. لذلك الفكرة الأساسية هنا هي استقبال الأفكار، الفكرة الأساسية استقبال الآراء المتنوعة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودمجها بشكل عام لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقلنا الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تحدث من قبل عن أن هذه الآراء والأفكار سيكون هناك أفكار متوافق عليها بالفعل، وسيكون هناك أفكار غير متوافق عليها أو متعارضة أو متناقضة بشكل أو بآخر، ولكن الهدف في النهاية هو الاستماع لهذه الأفكار وطرحها بالفعل على طاولة المناقشات ومحاولة تطبيق منها على قدر الإمكان ما يمكن تطبيقه على أرض الواقع، وهذه هي بالطبع الهدف الرئيسي للحوار الوطني. أكيد. كريم بيبرس، شكرا جزيلا لك، حيث كنت في بجلسات مجلس أمناء الحوار الوطني، شكرا لك. تمثل فعاليات الحوار الوطني بداية حقيقية لانفراجة ديمقراطية وسياسية تساعد على تحديد أولويات العمل الوطني. فعاليات الحوار الوطني تدشن لجمهورية جديدة تقبل وتتسع للجميع من خلال مؤشرات عدة تؤكد على جدية الحوار بما يتضمنه من تقديم لمختلف الرؤى والأفكار الجديدة في الأطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية. في طريق مصر نحو الجمهورية الجديدة التي تؤسس نسقا فكريا واجتماعيا وإنسانيا شاملا، يلعب الحوار الوطني دورا كبيرا في مسيرة التنمية الشاملة التي تنتهجها مصر وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي. انطلاق جلسات الحوار الوطني حمل في طياته مخرجات إيجابية متعددة، حيث جرى خلال ثاني الجلسات استعراض مختلف المقترحات بالإضافة إلى مناقشة المادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه، وكذلك مناقشة اقتراحات الأعضاء فيما يخص جدول أعمال الحوار وجلساته وفعالياته. التوصيات الأولى لمجلس الأمناء تضمنت الإشادة بقرار الرئيس السيسي بشأن العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم، واستقر المجلس على بقاء المحاور الثلاثة السياسي والاقتصادي والمجتمعي كما هي لإجراء الحوار عليها، فضلا عن انتهاء مجلس الأمناء من مناقشة المحور السياسي كبداية ضمن مناقشات المادة 18. مجلس أمناء الحوار الوطني وبعد مناقشات مستفيضة استقر على ثلاث قضايا فرعية داخل المحور السياسي، وهي مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية والمحليات وحقوق الإنسان والحريات العامة، مؤكدا أن المحور السياسي بموضوعاته ولجانه الفرعية بات جاهزا للبدء بتحديد جلسات بشأنه. إدارة الحوار الوطني أوضحت أن المادة 18 من اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس الأمناء تتضمن تشكيل لجان فرعية ونوعية وتضم قواعد العمل داخل اللجان، مؤكدة الحرص
ستام من مجلس الأمناء داخل أعمال الجلسات على فكرة الشراكة للخصومة والتوافق على أساسيات العمل المشترك، وذلك بعد الحصول على الكثير من الرؤى المعبرة عن المصريين والتي تعبر أيضا عن الحوار والقوى السياسية والحزبية. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وقد تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 451 قضية تموينية بمضبوطات بلغت ما يقترب من 113 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية. وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط 36 طنا في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة، وضبط ما يقترب من 77 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية. وفي مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 707 من القضايا، من بينها 202 من القضايا لخبز ناقص الوزن و184 قضية خبز غير مطابق للمواصفات، فضلا عن ضبط قضيتين في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي. وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى القادمي القوة الأمنية بحماية المتظاهرين، داعيا المتظاهرين إلى التزام السلمية في حراكهم وعدم التصعيد والالتزام بتوجيهات القوة الأمنية التي تستهدف حمايتهم وحماية المؤسسات الرسمية. وفي بيان أكد القادمي أن استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر في الشارع بما لا يخدم المصالح العامة، مشددا على أن القوات الأمنية يقع على واجب حماية المؤسسات الرسمية وضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ النظام. كان متظاهرون عراقيون قد أعلنوا الاعتصام المفتوح داخل مقر مجلس النواب في بغداد، ذلك بعد اقتحامهم المقر الواقع بالمنطقة الخضراء، ذلك أيضا احتجاجا على ترشيح شخصيات بعينها لرئاسة الوزراء. إلى ذلك كثفت قوات الأمن العراقية انتشارها في محيط المنطقة الخضراء والذي تم تحصينه بحواجز أسمنتية. هذا ودعت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي إلى ضرورة تهدئة الأوضاع في البلاد من أجل مصلحة جميع العراقيين، مؤكدة أن التصعيد المستمر مقلق للغاية وأن أصوات العقل والحكمة ضرورية لمنع المزيد من العنف.
تحمل رئيس مجلس الدوما الروسي فياتسلاف فولدين القيادتين الأوكرانية والأمريكية مسؤولية الهجوم الصاروخي الذي استهدف مركز احتجاز الأسرى الأوكرانيين في دونباس وقتل العشرات منهم. وقال فولدين إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي وواشنطن يقفان وراء الهجوم الصاروخي على مركز الاحتجاز في يولفيكا والذي نصب بهدف واحد فقط، هو منع تنظيم محاكمة عناصر كتيبة أزوف الأسرى حيث سيدلوا بشهادتهم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرة أوكرانية من طراز ميك 29 في منطقة كيرفاي روج و13 طائرة مسيرة بمناطق متفرقة، فضلا عن تدمير مدفعي هاوتسر أمريكي الصنع. وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن القوات الروسية دمرت بطارية راجمات صواريخ من طراز أرجان وست بطاريات من راجمات صواريخ جاد، فضلا عن إصابة رادارات أمريكية الصنع في دونسك وخيرسون، إلى جانب استهداف عدد من مراكز انتشار الوحدات العسكرية الأوكرانية. أعلنت السلطات الأوكرانية أن قصفا روسيا أصاب عددا من البلدات الأوكرانية، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل في ميكولايف وتدمير مدرسة في خاركييف. وأعلن حاكم منطقة ميكولايف فيتالي كيم مقتل مدني وجرح 6 آخرين في قصف لمنطقة سكنية ألحق بها أضرار بعدد من المباني، بينما قال حاكم منطقة خاركييف أوليغ سينغوبوف أنه تم إطلاق 5 صواريخ S-300 على الأقل على مدينة خاركييف، ما أدى إلى اشتعال النيران بإحدى المدارس. أما في دونسك فقد أعلن حاكم المنطقة بافلو كيرلينكو تعرض محطة الحافلات والمباني القريبة لأضرار بالغة جراء هجمات روسية. أعلنت المخابرات البريطانية عن توقعاتها بقيام القوات الروسية ببناء جسرين عائمين ونظام عبارات بالقرب من منطقة خيرسون الأوكرانية. وأوضحت المخابرات البريطانية أن الهدف من الجسور الجديدة الهدف منها تعويض الجسور الثابتة التي تضررت في الضربات الأوكرانية الأخيرة، وذلك من أجل تسهيل مهمة عبور القوات الروسية. صدق الرئيس البولندي أندريا دودا على معاهدات انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلنطي الناتو. وأوضح المساعد الرئيسي أن عملية التصديق جاءت بعدما أقر مجلس النواب التشريع في 7 يوليو الجاري، كما تمت الموافقة على مشاريع القوانين من قبل مجلس الشيوخ في 20 يوليو الجاري. وتقدمت فنلندا والسويد بطلب للحصول على عضوية الناتو في منتصف مايو الماضي، وأصبح لديهما وضع الدول المدعوة ويمكنهما المشاركة في اجتماعات الناتو، لكن ليس لديهما حقوق التصويت. اتفق وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين على تعزيز دعم أوكرانيا عسكريا واقتصاديا، حيث ناقش الوزيران الخطوات العملية التالية التي تمكن أوكرانيا من الحكم على التدخل الروسي بالفشل. وفي تغريدة كتبها وزير الخارجية الأوكراني على موقع تويتر، قال إن بلينكين أبلغه بنتائج محادثاته مع نظيره الروسي سيرجي لافروف التي تطرقت للعديد من القضايا الهامة.
قال الجيش البريطاني إن السلطات التي نصبتها روسيا في الأراضي الأوكرانية تستعد لإجراء استفتاءات بشأن انضمامها إلى روسيا في وقت لاحق من هذا العام. وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن السلطات المحلية تجبر السكان على الأرجح على الكشف عن بيانات شخصية من أجل إعداد سجلات التصويت، مشيرة إلى أن روسيا تصنف هذه المناطق على أنها خاضعة لإدارة مدنية عسكرية مؤقتة. أعلنت شركة غاز بروم الروسية وقف إمداداتها من الغاز إلى لاتفيا، متهمة إياها بانتهاك شروط استيراد الغاز. تأتي هذه الخطوة بعد يوم من إعلان شركة لاتفيا غاز للطاقة أنها تشتري الغاز من روسيا وتدفع المقابل باليورو وليس بالروبل كما تطلب غاز بروم من المتعاملين معها. أعلنت روسيا منع دخول 32 مسؤولا وصحفيا نيوزيلنديا إلى أراضيها ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها نيوزيلندا بحق روسيا على خلفية عملياتها العسكرية في أوكرانيا. وفي بيان لها أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات تضم رئيس بلدية ويلغتون النيوزيلندية أندرو جون ورئيس بلدية أوكلاند وقائد القوات البحرية في نيوزيلندا. خفضت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز بشكل كبير درجة الدين السيادي لأوكرانيا، لافتة إلى أن موافقة عدد من الدول الغربية على تأجيل دفعات الدين يعادل تخلفا شبه مؤكد لهذا الدين. وأوضحت الوكالة في بيانها أن أوكرانيا طلبت من دائنيها الأجانب تأجيل سداد جميع الديون الخارجية لمدة 24 شهرا، ووافقت مجموعة من الدائنين الغربيين ومن بينهم فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا واليابان وبريطانيا على تأجيل دفعات الفائدة على الديون الأوكرانية، وحثت حاملي السندات الأوكرانية الآخرين على أن يحذوا حذوها. تراجعت التوقعات بشأن معدلات النمو الاقتصادي في القارة الأوروبية على إثر موجات التضخم القياسية واحتمالات توقف واردات الغاز الروسية إلى بلدان القارة. خبراء الاقتصاد أكدوا أن التضخم في يوليو قد تجاوز التوقعات المسجلة، بينما لم يظهر بعد التأثير الكامل لقطع إمدادات الغاز الروسية. تحديات دولية متعددة بأبعاد متفاوتة، وأزمة أوكرانيا تتأرجح ما بين فرص الحل واحتمالات المزيد من التصعيد لتؤثر على الاقتصاد العالمي برمته، لا سيما في القارة الأوروبية التي نجحت في وقت ما في امتصاص الصدمات الاقتصادية قبل أن يبدأ النمو الاقتصادي في أوروبا بالتراجع تحت وطأة معدلات التضخم القياسية والاحتمال المتزايد لوقف إمدادات الطاقة من روسيا. ناتج منطقة اليورو التي تضم 19 دولة سجل نمواً خلال الربع الثاني من العام بأكثر من 3 أضعاف النسبة التي توقعها المحللون، إذ تجاوزت إيطاليا وإسبانيا وفرنسا التقديرات إلى حد ما، إلا أن البيانات التي صدرت أكدت حدوث تراجعات في البرتغال ومنطقة البلطيق في وقت شهدت فيه ألمانيا الاقتصاد الأكبر في القارة نمواً غير متوقع قد يتجه نحو الركود. كما سجلت أسعار المستهلك في منطقة اليورو أعلى مستوياتها على الإطلاق. الأرقام في بداية هذا الأسبوع أظهرت تراجع مقاييس الثقة والمعاناة من انكماش اقتصادي في الولايات المتحدة للربع الثاني على التوالي، وفي ظل توقع نمو اقتصادي أضعف قلص المتداولون رهاناتهم على رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة. خبراء الاقتصاد الأوروبيون أكدوا أن التضخم في يوليو تجاوز التوقعات، مشيرين إلى أن التأثير الكامل لقطع روسيا إمدادات الغاز عن أوروبا لم يظهر بشكل محسوس بعد، بما يؤكد أن التباطؤ الاقتصادي الحاد أمر لا مفر منه. وفي الوقت الذي يمنح فيه موسم السياحة الصيفي دفعة لدول الجنوب الأوروبية وتتحاور وتتفاهم من أجل العراق والعراقيين، ويجب الابتعاد عن لغة التخوين والإقصاء، ويجب التحلي بروح وطنية عالية جامعة، فألف يوم من الحوار الهادئ خير من اللحظة تسفك فيها نقطة دم عراقي.
أدعو الجميع للتحلي بالهدوء والصبر والعقلانية وعدم الانجرار إلى التصادم، وأدعو المواطنين إلى عدم الاصطدام مع القوى الأمنية واحترام مؤسسات الدولة. يجب أن نتعاون جميعا لنوقف من يسرع هذه الفتنة، والكل يجب أن يعلم جيدا أن نار الفتنة ستحرق الجميع، أن الظرف صعب جدا، وهذه حقيقة مرة مع الأسف الشديد، وعلينا أن نتعاون ونتكاتف جميعا حتى لا ندفع بأنفسنا إلى الهاوية. علينا أن نحكم عقولنا، ضمائرنا، وجداننا، ونلتف حول العراق والعراقيين، لا حول المصالح الضيقة. الجميع يتحمل المسؤولية، أحزاب وطبقة سياسية وقوى اجتماعية وسائر المؤثرين. علينا أن نقولها، نعم الجميع يتحمل المسؤولية، وعلى الجميع أن يتصرف وفق قواعد الحكمة والبصيرة من أجل العراق حتى لا نخسر مجددا. العراق أمانة، فلا نخسر هذه الأمانة. هذه كلمة أقولها بصدق، واسمع ما يقال في السر والعلن، ونحن صادقون، ولكن نأمل من غيرنا أن يتحلى بالصدق هذه المرة لأجل العراق والعراقيين. سنتحمل المسؤولية وحاضرون لنفعل أي شيء من أجل العراق ودون تردد. المعضلة سياسية وحلها سياسي، والحل ممكن عبر الحوار الصادق البناء وتقديم التنازلات من أجل العراق والعراقيين. في العراق ما يكفي من العقلاء والرجال، ولكن حذاري حذاري من استمرار التشنج السياسي حتى لا تنفجر ألغام سعينا طوال العامين الماضيين في تفكيكها بهدوء. عشتم وعاش العراق وطنا لنا ولأبنائنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت مجلس الشيوخ الفرنسي في قراءة أولى على مشروع قانون الطوارئ لدعم القوة الشرائية، وهو الجزء الأول من حزمة الإجراءات التي تهدف إلى معالجة التضخم التي تجاوزت نسبته 6%. وأوضحت وسائل إعلام فرنسية أنه اعتبارا من الاثنين المقبل سيبدأ أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي تعديل الميزانية للعام الجاري، كما سيجتمع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ في لجنة مشتركة لمحاولة الاتفاق على نسخة مشتركة من مشروع قانون القوة الشرائية. وقال وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير إن النص الأول من مشروع القانون يتعلق ب 20.7 مليار يورو، بينما يتضمن النص الثاني 44 مليار يورو من الاعتمادات، بينها 9.7 مليار يورو لتمويل إعادة تأميم شركة كهرباء فرنسا بالكامل. وقالت وكالة البيانات الفيدرالية إن الارتفاع الطفيف في قطاع الخدمات الكندية لم يكن كافيا لتعويض الانخفاض في الصناعات المنتجة للسلع. وأكدت وكالة البيانات الفيدرالية أن القيمة الإجمالية لجميع الناتج الاقتصادي خلال الأشهر لم تتغير بشكل أساسي عما كانت عليه في الشهر السابق. يعاني الاقتصاد الكندي من تسارع التضخم ليسجل أعلى مستوى له على مدار عقد من الزمان، الأمر الذي يصفه صانع السياسة النقدية على أنه ارتفاع مؤقت في الأسعار.
هيئة الإحصاء الكندية من جانبها أكدت أن الاقتصاد الكندي لم يتوسع على الإطلاق في شهر مايو الماضي، وهو شهر ثاني من العام الذي فشل فيه في تحقيق أي مكاسب، حيث تتواصل توقعات البنك المركزي بشأن استمرار رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم. تأتي تلك التوقعات في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.6% في مايو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليسجل أكبر ارتفاع على أساس سنوي منذ مايو 2011 حسب ما ذكرت هيئة الإحصاء الكندية، فيما كان قد سجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 3.4% في أبريل. هذا وتشير التقديرات المتقدمة لشهر يونيو إلى أن أداء الاقتصاد كان أفضل قليلاً في الشهر الماضي أيضاً بزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1%. وتأتي أرقام الناتج المحلي الإجمالي على خلفية معدلات التضخم التي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ عقود خلال الوباء. ووفقاً لذلك بدأ المركزي الكندي حملة زيادات في سعر الإقراض القياسي من أجل تهدئة الأمور. لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفين الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي. بعد التحية دكتور كريم، كيف تقيم درجة تباطؤ النمو في أوروبا مع ارتفاع معدلات التضخم؟ يعني طبعا دعونا نتفق على ان يعني الكابوس لا زال مستمر، وان يعني معدلات التضخم عماله تزيد ولا تنحسر، خاصه بقى مع منذ يعني ايام لما رفع الفدرالي الامريكي سعر الفائده، وطبعا بناء عليه ابتدينا نشوف لاول مره حتى ان المركزي الاوروبي رفع سعر الفائده، لان هم طبعا يعني يظنون ان رفع سعر الفائده هي اسرع طريقه لمكافحه ومواجهه التضخم، ولكن طبعا يعني يعني يمكن طبعا اوروبا الان في ورطه، خاصة ان ابتدينا نشوف ان تداعيات الازمة الاقتصادية اصبح ليها بعد سياسي، ازمة في بريطانيا، ايضا استقالة رئيس وزراء الايطالي، ويوجد عدو في مظاهرات في فرنسا وفي المانيا، يعني يبدو ان في عدد اخر من الدول الاوروبية، الازمة الاقتصادية يعني تحولت الى ازمة سياسية كبرى، والجميع يبحث عن حل، يعني من هو السياسيون الذين المخضرمين الذين لديهم قدرة ان يعبروا باوروبا من تلك الازمة، بالاضافة حتى يعني إن كان المركز الأوروبي رفع سعر الفايدة بنصف في المئة منذ أيام، ويمكن لأول مرة منذ 11 عام أو منذ عام 2011، ولكن طبعا يعني ده ممكن يدخلهم في أزمة أخرى، ألا وهي أن يعني معدل التضخم في أوروبا متفاوت، يعني على سبيل المثال لدينا اليونان أكثر من 12% معدل التضخم، أسبانيا 10%، ألمانيا 8% هي، والسويد 8.5% تقريبا، ولكن توجد دول معدل التضخم لا يتجاوز 2% زي هولندا أو فنلندا 7%، وبالتالي نحن لدينا معدل تضخم متباين في الاتحاد الأوروبي، في حين أنه رفعوا سعر الفايدة بمقدار ثابت لكل الدول الأوروبية، وبالتالي طبعا ده هيكون له تأثير متفاوت على الدول الأوروبية. وهي بمناسبة الحديث عن التأثير المتفاوت دكتور كريم، إلى أي مدى من الممكن أن تؤثر هذه المشكلة، مشكلة التضخم، على القارة الأوروبية والاقتصاد الأوروبي بشكل عام؟ طبعا احنا شفنا ايضا ان لاول مره ان سعر اليورو امام الدولار انخفضوا، طبعا ده بيكون ليه تداعياته، زي ما جميعنا نعلم، زي ما الجميع يعلم، ان يعني نصف واردات اوروبا بالدولار، نصف واردات اوروبا تقريبا بالدولار، وبالتالي ده هيؤثر على التضخم او هيخلي تكلفه الواردات اعلى، وبالتالي ده هيخلي استمرار لمعدل التضخم. ايضا يعني لا زالت ازمه المواد الغذائيه مستمره في كل دول العالم، الحبوب والمواد الغذائيه الاساسيه والطاقه، ازمه الطاقه ايضا تلقي بظلالها، وبالتالي انا يعني اشك ان رفع سعر الفائده الاوروبي هيؤثر في معدل التضخم الاوروبي كما هو متوقع. دكتور كريم، مجلس الشيوخ الفرنسي صوت في قراءه اولى على مشروع قانون الطوارئ لدعم القوى الشرائيه، وهو الجزء الاول من حزمه الاجراءات التي تهدف الى معالجه التضخم، كيف ترى جدوى ذلك الإجراء؟ طبعا يعني جراء تلك الأزمة ومع يعني انخفاض الدخول الحقيقية للأفراد وللمواطنين، طبعا يجب أن الدول تعمل بشكل أو بآخر، هذا ليس في أوروبا ولكن في كل دول العالم، أن هي تحاول تعمل نوع من نوع تقوية القوى الشرائية لبعض فئات المجتمع أو أكثر الفئات أو أكثر المواطنين تضررا، محدود الدخل وخلافه، لأن طبعا لما تدعم قوتهم الشرائية بتحاول يعني تقلل تأثير الأزمة عليهم بشكل أو بآخر، وأيضا حتى يعني بتحفز الطلب اللي هم بيقوموا بيه، أنك أنت يعني الخوف أن الطلب
طلب ينكمش، والطلب ينكمش ده يعني سوف يؤدي الى ازمه كبرى، وبالتالي انك انت يعني انك انت تحاول تقوي او تدعم القوى الشرائيه للمواطنين والاستهلاك السلع الاساسيه للمواطنين، دي بتبقى خطوه جيده علشان تقدر يعني تقلل تاثير الازمه. دكتور كريم العمدة، استاذ الاقتصاد السياسي، شكرا جزيلا لك. دخل نحو 5000 من سائقي القطارات في بريطانيا إضرابا عن العمل في إطار حملة للضغط من أجل زيادة الأجور بعد أن بلغ معدل التضخم في البلاد أعلى مستوياته منذ 40 عاما. يشمل الإضراب الذي تسبب بتعطل حركة القطارات وتنظمه نقابة سائقي القطارات حوالي ربع شبكة السكك الحديدية في بريطانيا، وهو ثاني إضراب كبير من نوعه خلال الأسبوع، ويأتي ذلك في وقت أدى فيه ارتفاع التضخم وعدم تناسب زيادات الأجور إلى تفاقم التوترات العمالية في قطاعات بريطانية مختلفة من بينها الخدمات البريدية والصحة والمدارس والمطارات والقضاء. قالت وزارة التجارة الصينية إن قانون الرقائق والعلوم الذي أقره الكونغرس الأمريكي يتضمن أحكاما تفيد الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية للشركات ذات الصلة في الصين، ما يؤدي إلى تشويه سلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية وتعطيل التجارة الدولية. وأضافت الوزارة أن التشريع الأمريكي هو سياسة دعم متبينة نموذجية للصناعة مع مبالغ ضخمة من الدعم ستقدم لقطاع الرقائق الأمريكي، مشيرا إلى أن الصين ستواصل متابعة مستجدات مشروع القانون واتخاذ إجراءات قوية لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة عند الضرورة. أشارت بيانات المسح الشهري لأسعار المواد الاستهلاكية الصادرة على المركز الوطني العماني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع معدل التضخم لأسعار المستهلكين في سلطنة عمان خلال شهر يونيو 2022، حيث بلغ 2.9% مقارنة ب 2.4% في شهر مايو الماضي. وأكد المركز الوطني العماني للإحصاء والمعلومات أن مؤشر أسعار الزيوت والدهون قد ارتفع بنسبة 19.1% مقارنة بشهر يونيو 2021، ومؤشر أسعار الفواكه بنسبة 9.2%، وأسعار اللحوم بنسبة 8.2%، مشيرا إلى تفاوت أسعار المجموعات الرئيسية السلعية في شهر يونيو 2022 مقارنة بنفس الشهر من عام 2021 كمجموعة المواد الغذائية والمشروبات. حث الرئيس الأمريكي جو بايدن مجلس الشيوخ على تسريع وتيرة تمرير مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب في وقت سابق من اليوم لحظر الأسلحة الهجومية. وقال بايدن إن غالبية الشعب الأمريكي يوافقون على هذا التصرف المنطقي، مؤكدا ضرورة موافقة مجلس الشيوخ بشكل سريع، موضحا أنه سيناضل من أجل إقرار القانون. القضاء على حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة هدف تسعى الإدارة الأمريكية لتحقيقه عبر سن القوانين والتشريعات التي تحظر استخدام البنادق الآلية والأسلحة نصف آلية التي استخدمت في العديد من حوادث إطلاق النار. الإحصائيات داخل الولايات المتحدة تشير إلى أن عام 2021 شهد 693 عملية إطلاق نار جماعي، بينما شهد عام 2020 ما يقرب من 611 حادثاً، وعام 2019 شهد 417 حادثاً، وهو ما يؤكد أن التزايد الملحوظ في أعداد الحوادث يستلزم اتخاذ مواقف أكثر صرامة لمواجهة هذا النوع من الجرائم. مشاهدينا اهلا بكم من جديد. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء اركان حرب وليد ابو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه بالقوات المسلحه، واللواء محمد صلاح رئيس مجلس اداره الشركه الوطنيه للانتاج الحيواني، والسيد بشير فريد رئيس مجلس اداره شركه الدلتا الاردنيه لانتاج اللحوم، ورجل الاعمال محمد حلاوه. وصرح المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه بان الاجتماع تناول متابعه عدد من مشروعات جهاز الخدمه الوطنيه على مستوى الجمهوريه، وقد تم في
هذا الإطار استعراض المستجدات الإنشائية لمصنع منتجات الألبان ببرج العرب، خاصة ما يتعلق بالمعدات وخطوط الإنتاج والتي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرة الأجنبية العريقة في هذا المجال، حيث سيقام المصنع على مسطح 40,000 متر مربع، وستبلغ طاقته الإنتاجية 12,000 طن من الأجبان سنويا. وقد وجه السيد الرئيس بالتدقيق في توفير كافة مكونات المصنع من العمالة الفنية المصنع من العمالة الفنية المتخصصة والخامات ومستلزمات الإنتاج ومواد التعبئة والتغليف، ذلك لضمان أعلى مستوى من جودة الإنتاج للأجبان، خاصة تلك التي يتم استيرادها حاليا من الخارج لتوفيرها بالسوق المحلية، ذلك بهدف سد الفجوة الاستيرادية وكذلك فتح آفاق لفرص تصديرية مستقبلية. كما وجه السيد الرئيس بالاستمرار في تعزيز جهود إنشاء مراكز تجميع الألبان المتطورة على مستوى الجمهورية، مع تدعيمها بوسائل الاختبارات المعملية والتخزين والخدمات البيطرية اللازمة، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على استيراد الألبان وتحقيق قيمة مضافة لصغار المربين. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا عرض الموقف التنفيذي للشراكة بين مصر والأردن لتنمية الثروة الحيوانية وإنتاج الأعلاف، وذلك بهدف تغطية احتياجات السوق المحلي. وقد وجه السيد الرئيس في هذا السياق بترسيخ الشراكة مع الجانب الأردني في هذا القطاع بهدف توفير سلالات ذات إنتاجية عالية من اللحوم للسوق المصرية والحفاظ على مخزون استراتيجي في الرؤوس من الرؤوس الحية داخل مصر، إلى جانب تخفيض الاعتماد على الاستيراد. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن فرض رسوم إضافية على المواطنين حال استخدام كارت ميزة، ذلك لسداد المستحقات الحكومية إلكترونيا. وأكد المركز الإعلامي قيام المواطنين بسداد تكلفة الخدمة فقط دون أي رسوم إضافية، حيث تتحمل الدولة الرسوم المقرر نظير خدمة الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات التحصيل، مشيرة إلى وجود متابعة دورية لأداء منظومة الدفع الإلكتروني بكافة محافظات الجمهورية للتأكد من انتظام العمل بها. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية في مواجهة الجريمة بكافة صورها، وعلى مدار أسبوع نجحت أجهزة وزارة الداخلية في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 27 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء، بمضبوطات بلغت 2925 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 19 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 358,961 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 10,078 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت قرابة 971 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة. كما تم ضبط 5 قضايا في مجالات التهريب خارج منظومة القمح وخلط القمح المحلي بالمستورد والتخزين الخارجي للأقماح المحلية بمضبوطات بلغت أكثر من 32 طن أقماح، وكذلك ضبط 4,252 مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت قرابة 24 طن. كما تم ضبط 5 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 5 طن سلع غذائية متنوعة، وتم ضبط 2524 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت قرابة 261 طن.
كما تم ضبط 111 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت أكثر من 107 طن سلع مدعمة متنوعة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 767,362 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 306,864 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق، تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3,954 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 175 سائقا منهم، كما تم المرور على 63 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 227 من سائقي حافلات المدارس، تبين سلبيتهم جميعا، كما تم فحص 227 مركبة وتبين مخالفة 16 منها، كما تم رفع 339 سيارة و29 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 8,678 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة، كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 1,351 مخالفة للأجهزة الصوتية وضبط 1,752 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 3,309 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 3,833 مخالفة ملصقات وضبط 42 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 524 قضية ومخالفة، أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 95,234 قضية ومخالفة لشروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 80,378,975 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 273 قضية، من بينها 147 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات وضبط 136 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 35 قضية بقيمة مالية بلغت 101,347,706 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1,516 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 1,761,000,000 جنيها، قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 2,103,024 جنيها. انتهت الثالثة ولا يتبقى سوى التذكرة. انطلاق الاجتماع الثالث لمجلس أمناء الحوار الوطني. الكاظمي يوجه القوات الأمنية العراقية بحماية المتظاهرين والتمسك بالسلمية لحفظ النظام. في محاولة لوقف موجة العنف الأخيرة، مجلس النواب الأمريكي يؤيد بقراءة أولى قرار بايدن بحظر البنادق الهجومية. شا
مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري، نشكركم على طيب المتابعة، في أمان الله.